حياكم الله. صغر سنهم قد يكون سببا في صعوبه وصف ما يؤلمهم فعاده ما يشتكي الاطفال من الام مختلفه في البطن وربما بشكل مستمر خلال مراحل نموهم ما يجعل الاباء في حيره من امرهم احيانا. هل هذه الالام عرضيه ام دلاله على سوء تغذيه ام امور اخرى؟ ما هي مدى حدتها؟ ومتى يجب التوجه بالفعل الى المستشفى؟ للمزيد ينضم الينا من دبي الدكتور صادق يعقوب استشاري جراحه اطفال اهلا بك دكتور في صباح العربيه ويمكن يصعب التعبير من قبل الطفل اذا كان يشعر بالام او اوجاع ومدى حده هذه الالام يعني ممكن بطني بتوجعني بطني بتوجعني وخلاص ينسى الطفل متى يكون دلاله على مشكله مرضيه ويجب التوجه الى الطبيب؟ صباحكم طبعا الأطفال حسب الفئات العمرية بتتقسم ألام البطن لأنواع كل فئة عمرية إن يعني كان الأطفال الرضع أو أطفال ما قبل التميز وأطفال عمر التميز اللي هم بيكونوا في عمر المدارس فهنا وعي وانتباه الأهل لتصرف الطفل مش, مش لازم يكون الطفل قادر أنه يعبر عن الألم في عملية تصرف الطفل مثل البكاء المستمر بدون أي أسباب ثانية إضافية يعني الطفل إذا يكون عنده بكاء مستمر وعارفين إنه ما عنده أي مشكلة ثانية مثل مش جعان أو ما عنده مشكلة الآلام إضافية مثلا أو مشكلة في عملية النوم لأنه الأطفال كثير تبكي لأنه محتاج ينام هاي الأشياء ضروري أنه الطفل الخاصة الأطفال الرضع أنه الأهل يكونوا منتبهين في حال أنه, إنه الآلام المستمرة مع وجود انتفاخ في البطن أو ترجيع اللي هو التقيؤ أو عملية إمساك عدم الخروج بشكل منتظم عند الأطفال هون بيكون في ضرورة لازم الأهل يبدأوا يعني ينتبهوا لموضوع أنه احتمال القضية تخص آلام في البطن عند الطفل الرضيع. عاده أطفال. الاهل يذهبون الى انه هذه الالام عرضيه ربما اخذ الطفل هذا ماخذ ما برد وبعد شويه يتغير تعطيه مشروب معين او تغذيه معينه وبالتالي انتهى الموضوع بالنسبه لهم، لكن متى نذهب ايضا دكتور الى المستشفى؟ لنقل نعم. هذا الطفل هي هي صحيح يعني معظم الحالات الامراض والمغص في البطن هو بيكون عرضي فعلا معظمه بيكون بسبب الاكل الغير منتظم او الاكل غير الصحي وهو معظم الحالات 90% من المشاكل بتكون معتمده على عمليه التغذيه وكيفيه التغذيه في حالات معينه ضروري انه الاهل مثلا يحاولوا يراقبوا الطفل انه هل الحميه او منع الاكل الحلويات الزايده او الاكل الثاني اللي هو ال أنه غير صحي مثل الوجبات السريعه او المشروبات الغازيه ما ساعدت الطفل على تجاوز هذا الالم شغله ثانيه اذا الطفل عنده انتظام عمليه الخروج وما في امساك ما في عنده اسهال ما في عنده ترجيع هاي كلها احنا بنعتبرها عرضيه وراح تعدي خلال ساعات وممكن يوم او يومين في حال انه الالم مستمر والتقيؤ موجود وال والالم ما 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 يعني ما تحسن خلال م. عمليه المراقبه في البيت، لابد انه يراجعوا الطبيب. طيب. ممكن يكون عرضي، ممكن يكون كمان محتاج الى فحوصات اضافيه تعطينا معلومات اكثر عن الموضوع. ما الذي قد يسبب شعور بالامساك او الاسهال عند الاطفال دكتور؟ هل من اكلات معينه تعمل على تحفيز هذا الموضوع؟ <applause> نعم اكيد الامساك هو مرتبط بشكل اساسي بعمليه مواعيد الاكل وكميه الاكل ونوعيه الاكل يعني اذا اذا الطفل ياكل بشكل عشوائي خلال النهار بشكل خاصه في فتره الـ 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 الوجود في البيت انه ما في عنده وجبات محدده وجبات اساسيه واكل مستمر مع نوعيه الاكل اللي هو يكون اكثر جاف او او زياده في الـ في, الـ في, الـ في الاشياء اللي, اللي خلينا نسميها اللي تحتوي على حافظه مش طبيعيه، يبتعد عن الاكل اكل اذا الطفل يبتعد عن اكل الخضروات والفواكه وشرب العصائر الطازجه واشياء مثل هذا، كل هذا تساعد على انه يتكون عند الطفل امساك، اشياء ثانيه قله الحركه عند الطفل كمان ممكن تؤدي إمساك يعني احنا ضروري لازم نعطي الطفل وقته انه يتحرك وانه يت... ما يجلس طوال الوقت في في حاله متابعه للاجهزه الالكترونيه او حضور العاب او اشياء من هذا النوع لانه الحركه مع الاكل يستدعي انه لازم يشرب سوائل اكثر شرب السوائل الزايد او السوائل الطبيعيه العصائر الطازجه هي صحيه جدا بعيدا عن الاكل الوجبات السريعه يعني اكل الخضار والفواكه مع مع الحركه يخفف من اعراض الامساك وهذا هو معظم الاطفال بيتعالجوا بهذه الطريقه ما في اسباب اضافيه طبعا هناك حالات مرضيه الحالات المرضية نادرة، الحالات المرضية اللي احنا نلاحظها من منذ الولادة، هناك تستدعي طبعا اجراء فحوصات اضافية طيب خزعات اوقات نعم دكتور صادق يعني بعض الامهات او الاسر ربما تغير نوع الحليب، نوع الاكل، فبالتالي الطفل يحتاج مدة حتى يتعود على هذا الاكل، في هذه الاثناء قد يحدث له مضاعفات لا يأكل، لا يريد أن يشرب هذا الحليب فيظنون أن هذا أمر طبيعي لكن قد يتطور الأمر إذا ما تركناه إلى يومين ثلاثة إلى أنه ربما التصاق أمعاء أو غيره من هذه الأمراض اللي احنا قد ما ننتبه لها كأهل نعم في حال خاصه الاطفال الحديثي الولاده والرضع هذا الاشي ممكن يكون خطير عليهم اذا الطفل لا يتقبل حليبه الام بسبب حساسيه عاليه على انواع معينه تتغذاها الام فننصح اوقات إن نحاول إن نخلط الحليب الصناعي مع الحليب الطبيعي ولو أن الطبيعي دائما هو الافضل وهو المفضل لكن في حال اطفال الام ما عندها حليب كافي وتدخل حليب الصناعي ويكون الحليب الصناعي لنوع معين لبراند معين مش مش ملايم الطفل يعني يعمل له غازات يعمل له تقيؤ يعمل له امساك هاي الاشياء بننصح الاهل انه في انواع اضافيه بتكون معروفه لدى طبيب الاطفال ينصح فيها يروح مثلا قليل الحساسيه او انواع مثلا بتكون براند كومفورت لحاله الامساك وطبعا اذا في ترجيع او عمليه القي المستمر مع عدم استقبال الحليب نهائي هون لازم نعطي اشاره انه الموضوع مش مرتبط بس في في شرب الحليب او بنوع الحليب ضروره طيب. إنه الاهل يراقبوا كميه الحليب وكميه خروج البول من الطفل عشان نتجنب اثار الجفاف او مشاكل التلبك المعوي طيب دكتور هل من اسباب خطيره قد تؤدي الى مضاعفات خلال بعض الايام يعني بالنسبه للطفل قد يتعرض الى مشاكل صحيه يجب التدخل الطبي وقد ينتج عنها الام حاده في البطن نعم اكيد الطفل اذا اذا عمليه التغذيه عنده واكل وشرب السوائل كان قليل بسبب اسهال او بسبب قيء او بسبب حراره مرتفعه هذا كله بيعطينا اسباب تخلينا نقلق لعمليه اللي هو اللي احنا نسميه الجفاف جفاف الطفل يؤدي لكل مشاكل مشاكل بالكلى مشاكل بالجهاز الهضمي مشاكل بالوعي ممكن يفقد وعي الطفل ويؤدي له الى مشاكل خطيره تؤدي لتعرض حياته للخطر فهنا الجفاف ضروري الاهل يراقبوا احنا دائما ننصح الاهل في حال انه الطفل عنده حراره مرتفعه ما بتن ينزل بالمسكنات وعنده اسهال او مستمر ضروري يراجعوا المستشفى او قسم الطوارئ لانه في كثير حالات بيتم التاخر فيها وعمليه انتعاش الطفل بالعلاج في المشفى بيكون اصعب بكثير لما يكون في حالات شديده الجفاف فدايما الاهل ضروري جدا هنا ما يتاخروا هي يوم ماكسيموم على الاغلب ثاني يوم لازم يراجعوا الطبيب اذا اذا ما است... ما است... ما توفقوا بعمليه إيه 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 اعطاء السوائل في البيت دكتور صادق يعقوب استشاري جراحه الاطفال شكرا جزيلا لك